الله يرحمه. عمر فرحان هو قاعد فرحان. مالكش ذنب بحاجه، ورحت ورحت غدا معلش ما يتشهد وحقه جاله. نصيبك يابا نصيبك. خلاص ربنا يسلمك. الحمد لله ربنا يسلمك. تحول اوراق المفتي النهارده الحمد لله. ان شاء الله باذن الله 5-1 ان شاء الله باذن الله. هنشوف اللي هيحصل على الله. احنا مش هنسيبك برضه. اعدام باذن الله ان شاء الله باذن الله. هو خد اعدام اساسا. هو هنا وام اخته هنا. ام اخته هنا جنب بعض اهو. هم مبطلين جنب بعض. اه ام اخته هنا في المقبره دي وهو هنا في المقبره دي. ام اخته يا طالب ما تعيطش يا طالب ما تعيطش. خلاص ربنا يصبرك. كل الناس بتكرحهم عليه وكل الدنيا كلها عايزه. كان انسان كويس وانسان غلبان والدنيا كلها عايزاه. الدنيا لو ما حصلتش دي ما كانش حد هيعرفه. الادعيه دي كلها والناس كلها بتذكره. يعني المفروض انت يعني ده حاجه هو الوجع يعني صعب وكل حاجه بس لازم تقدروا على صح. انت دلوقتي اللي قايم بورق بكره لو انت ما بقتش قوي هم مش هيقدروا يستحملوا. صح. وبعدين تدخل قصص صغيرين. انت راجل جدي وزني عليه احمد مع اسره. انا واحد من الناس اللي ما بتعرفش الموقف كمان اصعب. الموقف صعب جدا والنبي كمان بيعمل حاجه. فده حاجه طبعا اقول لك طبعا فرحانه جدا علشان احنا ربنا جاب لك حق فيك يا عبد الرحمن. انا جاي من الرحمن اقول لك حاجه جايه ربنا جاب لك حق يعني خلاص حق ربنا بدل ما تيجي تشكر الشكر المعدي اللي هو جاب لنا حق يعني ما كلموش اصلا. هو كان طبعا فرحانه جدا. انا كنت بقول لهم خلاص طبعا انا جدا فرحانه يعني طبعا ربنا يصبركم. 30 يوم محدش بيتعرض للموقف اللي انت تعرضت له دوت. بس انت راجل وقدرت انت تستحمل وعايزين تكمل المهمه بعد كده. ولا عيال بالمواصل لا حلف الناس انا بقول لهم انا بكره هجيب لهم ايه بكره هقضح الاثنين دول ودماغاتهم دي احطها في الكيسه دي فمحضر الحاجه بتاعته عشان يضرب الناس اللي بتوع السمك دول. تمام. على حظ اخويا راح اجيب فطار اول يوم في الشهر. لا اخويا كان مديني انا مكوه مديني انا مكوه شعر كان انا ايه هو صلحه. قلت له انا اخويا تعبان اخويا تعبان اصلا. قلت له اخويا تعبان والله العظيم بدل 4 ايام. قال لي بس انت انا مالكش دعوه. قلت لي انا تعبان. لا عبد الرحمن جه قبل ما اقع بيوم. عبد الرحمن اللي هو كان عبد الرحمن مزمي. ايوه عبد الرحمن مزمي شروطه دبور ده. قلت له اخويا تعبان بدل 4 ايام كان عايز يصلح المكوه. قلت له مش هصلح حاجه لان هو تعبان. تمام. راح قال لي لا لا بس ده المكتوب عامل له عبد الرحمن دبور بيقول لك صلح دي. تمام. ودخلتها من قلت له خلاص ماشي. انا رحت جاي انتهى ونسيت خالص. تاني يوم ام خمه نزل وابويا جه اول يوم في الشهر. ابويا قال له خد راحت فول وطعميه ونفطر وهات لي عيش زياده عشان انا ابويا ساكن في ابو خليفه. قال له ماشي يا عم. قعد يبص لنا كده بيقول له مالك يا احمد انت لابس ابيض فابيض ليه يا احمد راح تحج؟ قال لي اه راح احج. عمل لي كده قلت له خلاص يا احمد الله يصلح حالنا وحالك. فما فيش ربع ساعه سمعنا ان اخويا حد ذبحه على البحر. واحد قطع دماغه ومشي بيها. فانا طلعت اجري بقول لي في ايه في ايه. طبعا انا خفت على ابويا لان راجل مسن عنده 85 سنه. خفت اقول لابويا ان في حاجه حصلت. ابويا يقع. ابويا برضه صاحب مرض وراجل كبير في السن. قلت له مفيش حاجه في ناس بتتخانق معاه. انا طلعت اجري حريم واخواتي طلعوا يجروا ورايا في ايه في ايه. قلت لهم ده مش عارف حصل كذا كذا. قلت لهم في العربيه بقى.